رح نبلش أولى محطاتنا الصباحية رشا، وكثير مننا مع بداية كل عام بيحاول يعمل شوية تغييرات بالبيت لحتى يتغير شوية نمط حياته. يمكن من هي التغييرات بيكون تغيير الديكور المنزلي. صح. ضمن طبعا المساحة والتكاليف، بنعرف كلياتنا هلا صعب واحد كل سنة يعمل ديكور جديد، بس فيه يعمل هيك شوية تفاصيل صغيرة، أحيانا زينة البيت بتلعب دور. بنعرف هلا في كثير ناس حتى مع هاي الظروف صاروا يشتروا ولو هدول اللدات اللي بتضوي، زينوا ولو عمود بقلب البيت لحتى يعطوا إيحاء، لأنه حتى الشجرة صارت شوي مكلفة حاليا، مو الكل قدران يحطها. اليوم رح نتعرف أكثر عن هاي التفاصيل. أكيد سلمى، مثل ما قلتي دائما أنا بعرف أشخاص يمكن أنا منهم وقت اللي بيكون كتير في هيك شوي حابة تغير نفسي، بروح لغير أي شيء بضمن البيت، ممكن غير لوحة صغيرة، يمكن غير اتجاه الكنباية، حس أنه أنا عملت شيء جديد غير من نفسيتي. هدول القصص كتير الناس بيعتمدوا عليها، مثل ما قالت سلمى، ضمن هي الظروف اللي عم نعيشها نغير ننقل كنبة نحط لوحة. هدول القصص اليوم رح نتعرف مع ضيفنا شو هي أهم وأبرز الأخطاء اللي ممكن نحن نعملها، ممكن ما تكون كثير خاطره على بالنا القصه، فممكن تزيد مثل ما بيقولوا الحاله سوء، ممكن تتعب نفسيتك وانت ما تعرفي بجوز الاضاءه بجوز الديكور. هدول الاسباب وغيرها رح نتعرف عليها مع ضيفنا لليوم المهندس المعماري عامر البطناي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم يا رب. اليوم تمام، اهلا وسهلا بحضرتك. انتم بألف خير، ينعاد على وطننا وعليكم بألف خير يا رب. ينعاد عليك يا رب. كيفك عامر؟ تمام. خلينا نبلش من يعني هلا، هذا الوقت هو وقت الزينه بقلب البيوت، كل الناس بتحب إذا كان جاي الكهرباء أنه تشوف شوية زينة وضواوي، مع أنه هلأ صرنا عم نشوف في ناس عم تجيب ليدات اللي هي على البطارية. صحيح. لحتى تعطي إيحاء وديكور. كيف ممكن أنا زين مع اختلاف المساحات، مع اختلاف طبعاً شكل البيت والتكلفة وغيرها، يعني الإضاءة؟ خلينا نبلش نحكي اليوم عن عنصر الإضاءة بالبيت. تمام. هلأ بداية نحن بموسم الأعياد، مثل ما حضرتك حكيتي، موضوع الشجرة هي شيء أساسي بالنسبة لنا، تزيين الشجرة بالبيت كان من قبل موضوع يعني شوي مرهق، كان نمط الإضاءة المستخدم خلينا نقول بيصرف كهرباء كتير. اليوم فيعني مع التطورات تقريب اللي عم تصير تماما، فصار نوعا ما صار الإنارة اللي عم تستخدم كإضاءة شجرة، خلينا نحكي بداية، هي إنارة تقريبا موفرة للطاقة، ما عاد اليوم مثل ما ذكرتي حضرتك هي بنسميها نحن لمبة الليد، اللي هي نوعا ما موفرة للطاقة، حتى أحيانا بتشتغل على على يعني على 12 فولت اللي هي خارج أو خلال فترة قطع التيار. اليوم عم نحاول نحن نتأقلم مع الموضوع، نحاول نحافظ على الشيء اللي احنا متعارف عليه بالنسبة لنا بمواسم الأعياد أو برمضان أو إلى آخره، نحاول نحافظ على هذا الشيء التقليدي بالنسبة لنا لحتى نضل مثل ما ذكرتي أنه نضل بحالة نفسية نوعا ما أفضل من قبل. طبعا يعني هيك بنحكي عن كفترة أعياد، ولكن بالحالة الطبيعية للشقة نحن دائما انا بقول المرتبه الاولى للاضاءه هي للاضاءه الطبيعيه، سواء مو اضاءه الشمس، مو اشعه الشمس المباشره، ولكن الاضاءه الطبيعيه. يعني انا لما يطلع ضوء انا لازم استغل هذا الضوء باي قدر ممكن، فبحاول قدر المستطاع اتجنب اني انا احط الستائر السميكه مثلا اللي بتحجب الضوء، بحاول اني اتجنب احط اشياء عاليه قدام الشباك كرمال ما تحجب لي الضوء، فانا بحاول قدر المستطاع اني انا ادخل ضوء الشمس الى داخل الفراغ اللي عم عيش فيه. طبعا مع الانتباه انه انا في فراغات ما بدي تدخل الشمس، يعني انا ما بدي اول ما تشرق الشمس تفوت على اوضتي فورا في من الساعه 6 او 5 الصبح، يعني بالنهايه في شويه عوامل لازم تتاخذ بعين الاعتبار. ولكن مثلا الاماكن الجلوس، غرفه الجلوس، احيانا المطابخ، بفضل تكون الواجهات كبيره تدخل اشعه الشمس قدر المستطاع. طبعا بالمرتبه الثانيه بيجي عندنا هو الاضاءه الصناعيه. نحن عم نشوف تنوع كثير كبير اليوم، مع الاسف ببعض الاحيان واغلب الاحيان هو تنوع خاطئ عم بيكون، يعني عم نشوف عم نلاقي الإضاءة البيت مثل إضاءة الشركة مثل إضاءة المحلات التجارية، ما عم يكون في تنسيق ابدا او خلينا نقول دراسة للمكان اللي احنا عم نحط فيه الضوء. عم نلاقي الصالون إضاءته خافتة بيشبه غرفة النوم، غرفة النوم إضاءتها قوية كتير، مفروض تكون هاي الإضاءة بالصالونات، مع الأسف ما عم يكون في دراسة صحيحة لموضوع الإضاءة، خصوصا بالفترة اللي احنا فيها. صرنا بمكان مو بس نحن عم نحط نيوني او عم نحط لمبة، اليوم عم نحط انواع اضاءة مختلفة، صارت الإضاءة الموجهة والالوان. صحيح. الموضوع الالوان هو موضوع جدا مهم، خاصة بمحلات الملابس، ياما رايحين نحن عم اشترينا قطعة رجعنا على البيت لقينا غير لون، تمام، الملابس والاكسسوار الذهبي. صحيح يعني صحيح. يعني نحن بيكون بالمحل الكنزة لونها مثلا ازرق، بروح على البيت لاقي صالونها اغمق او افتح. طبعا هذا كله بيلعب الاضاءة بتلعب دور كثير كبير فيه، اختيار درجة حرارة الضوء هي يعني بالتحديد هي هذا الشيء، ومع الاسف ما عم يتم، عم يكون
عشوائي ببعض الاحيان ما عم يكون في استشاره هندسيه يعني قبل ما يتم لهذا الفراغ، فعم للاسف عم نوصل لنتائج احيانا كارثيه بصراحه. طيب خلينا نحكي عن موضوع السبوتات، كثير صرنا نشوفهم يعني صار في استبدال لهم بالبيت وصرنا نشوفهم موزعين بشكل كامل، ولكن مثل ما ذكرت حضرتك يمكن بالاماكن الغلط ويمكن بالاماكن الصح. اليوم من خلال تواجدك خلينا نتعرف اكثر احنا كيف قادرين نستغل وجودهم ويعطونا هي الراحه النفسيه وبنفس الوقت يعني يناسبوا ان كان غرفه جلوس ان كان غرفه نوم ان كان صالون. تمام. هلا بالنهايه السبوتات هي عناصر اضاءه انا بعتبرها عناصر قديمه ولكن هي متجدده. يعني احنا كل فتره عم نلاحظ تواجد عناصر، يعني السبوت نفسه عم يتغير شكله، عم نلاحظ تواجد شيء جديد بالسوق مختلف عن الشيء القديم. يعني احنا متعودين على السبوت اللي هو الكبير، اول ما ظهر السبوت خلينا نقول بسوريا كان عباره عن فراغ بتنحط فيه لمبه عاديه، هذا كان السبوت بالنسبه لنا. بعدين تغير صار في له قاعده، صار عم يتوجه، تطور اليوم وصل لشيء بنسميه نحن السبوت المخفي او الغير ظاهر للعلن. يعني نحن بنشوف في ضوء ظاهر من هذا الفراغ ولكن ما له مباشر، ما له مزعج للعين. لانه كانت أسوأ يعني خلينا نقول احد مساوئ السبوت لايت هو موضوع التوجه، يعني هذا اسمه سبوت لايت يعني ضوء موجه، فنحن هذا اذا ما استخدمناه بالمكان الصح حيكون مزعج للعين، نحن وقاعدين حيكون ضارب بعيننا، ممكن يكون عم يضرب بمرايه، عم يعمل انعكاسات شوي ما لها صحيحه. فدائما بنفضل تواجد السبوت لايت وعم يكون بالاماكن يعني اقرب الى الجدران لتعطي شكل اضاءه جميل على الجدران، ولكن نوعا ما بالفتره الحاليه خف استخدام السبوت لايت لانه خلينا نقول طغى اكثر الهيدن لايت او الاناره المخفيه على الفراغات. طيب خلينا نحكي اليوم كمان صرنا عم نشوف هلا عوده لورق الجدران، صرنا عم نشوف من جديد مره ثانيه عم يرجعوا يستخدموه كضمن الديكور بقلب البيت. نحكي عن المحظورات باستخدامه، شو الاماكن اللي ما بيصير نحط فيها ورق الجدران، وبعض النصائح حتى لما حدا بده يختاره لقلب البيت. تمام. هلا ورق الجدران هو يعني انا بعتبره ما انقطع، ولكن اجت فتره تغير يعني غيب، خليني اقول لك كيف غيب. اليوم انا حل محله الحجر يمكن تماما أكثر. اجت فتره دخل بداله الخشب الحجر اكثر من ورق الجدران كونه صار بالنسبه للعالم مستخدم كثير، صار مطروق كثير، ولكن هو كماده بالنسبه لنا بمناطق معينه انا بستخدمه كحل بصراحه غير كموضوع جمالي. يعني انا اليوم لما يكون عندي في جدار بنسميها تنشايه او في رطوبة. جدار رطوبه تماما، فانا ما بلجا اني انا اذا ما بقدر اعالج الخلل اللي صاير عندي، طبعا يفضل انه يتعالج، ولكن بعض الاحيان بيكون يعني العلاج ما بقدر انا اعمله خصوصا بالجدران الخارجيه، فانا بلجا اني انا اوضع ورق جدران لهذا الفراغ، لانه ورق الجدران قد ما كان موضوع الرطوبه كبيره ورق الجدران نوعا ما بيغب هذا الشيء، فما عاد بضل ظاهر للعين. على عكس الدهان او على عكس المواد الثانيه ممكن تنحط دغري انا بالحظب، ممكن حتى قبل ما يستلم احيانا العميل البيت، يعني نحن بنكون عم ندهن نتفاجئ انه وقت التسليم باماكن معينه صار في رطوبه، فهو غير موضوع جمالي ايضا هو موضوع يعني خلينا نقول وظيفي. لكن اليوم انا لما بدي استخدم ورق الجدران بدي اعرف كيف استخدمه، بدي اعرف وين بده ينحط ورق الجدران، لانه ما بقدر انا امسك ورق جدران وعبي الحيطان كلها ورق جدران، لا نحن اليوم بنسميه تابلو. شو يعني تابلو؟ يعني نحن عندي مكان معين، قد يكون صدر الصالون، قد يكون ورا طاولة السفرة، قد يكون بأي مكان، هو عبارة عن كورنر صغير انا حواليه كله دهان او ماتيريال، انا عم بغير الماتيريال حط ماتيريال ورق الجدران. طبعا الورق الجدران بالفترة الحالية ما عاد الورق اللي نحن متعارف عليه اللي عم نشوفه هو اللي كنا نشوفه من قبل اللي هو عبارة عن زخارف معينة او شيء كلاسيكي، لا صار هلا في شيء حديث جدا، يعني صار عم نشوف نحن عم نستعيد عن ورق جدران، بدل ما نحن نرسم رسمات معينة على الحيط عم نحطها ورق جدران، ببعض الحالات عم نطبع لوحات طباعة، يعني عم نستخدم ورق جدران مطبوع طباعة، نحن عم نختار الباترن اللي بدنا اياه، اللون اللي بدنا اياه عم نختار لحتى يتناسب مع الفرش. ببعض الحالات عم تكون ورق الجدران هو خليني اقول لك تكحيله الصالون، يعني عم نسميها هو كتكلفه ماديه ارخص من الخشب وارخص من الرخام وارخص من السيراميك والى اخره، لانه نحن موضوع التابلوهات هذا كثير صار دارج يعني هون وبرا سوريا، موضوع انه نحن نحط هيك عنصر غريب بحرك يعني تماما شيء يحرك لي الفراغ، فعم نلجا للورق الجدران بحال كان الكوست ما بدنا نرفع الكوست كثير تبع الفراغ. طيب هلا هو هذا فينا نعتبره نحن حل ما فينا نقول نهائي، ولكن طويل الامد لموضوع الرطوبه والنشم الموجود بالبيت؟ والله صراحه هي يعني هو تماما هلا هو نحن ما فينا نقول انه هو حل نهائي، طبعا حسب الحاله الموجوده، يعني انا في حالات رطوبه هي بتكون متفاقمه جدا اللي بتوصل لمرحله انه نحن عم نطلع مي
من الجدار، فهي الحالة أكيد ما حنقدر نستخدم فيها ورق زيتون، ولكن في حالات رطوبة يعني صارت قد تكون مشكلة صارت وراحت وانتهت. يعني أحيانا نحن بنشوف إنه هون في مكان في رطوبة، طيب هذا هل الرطوبة مستمرة يعني دائما في مي عم تطلع، أو صار في مشكلة مثلا والله الجار اللي فوقي مثلا صار عنده مشكلة بالمي، نزلت المي اللي عندي وقفت فخلص انتهت، فأنا ممكن إنه بس مع الفترة يعني بتضل عم يطلع رطوبة لفترة زمنية طويلة، إنه البيتون بضل عم يغب المي ويرجع يطرحها من الجدران، يعني يغب المي ويرجع يطرحها من الجدران قد تكون لسنوات، ولكن بعد هيك حتوقف بالنهاية. فنحن هون ممكن نحن نلجأ لورق الجدران. طيب خلينا نحكي شوي كمان اليوم عن تموضع الأساس ضمن المنزل، في كتير أخطاء بنعرف هلا موضة قطع الفرش الكبيرة، فأنا بروح بيعجبني موديل بجيبه بغض النظر إذا هو بيتناسب مع مساحة الغرفة أو مع حتى ألوان الغرفة. خلينا نحكي شوي عن اختيار الفرش، وخصوصا أنه رجعنا من أول وجديد هلأ نشوف الشيء اللي هيك بيعطي راحة يمكن يكون كنباية وتسطيحة بنفس الوقت. صحيح، هلأ مثل ما ذكرتي حضرتك اليوم رجع خليون موضة كنب الـ L شيب بنسميه نحن، الـ L شيب هو الكنب المتصل، هذا يعني انتهى من فترة زمنية بعيدة ورد رجع درج لأنه العالم عم تلجأ لراحة، خصوصا دائما نحن بنربطها نقعد فترة طويلة تماما بالبيت. نحن دائما بنربطها بجائحة كورونا، لما العالم قعدت بالبيت لقيت أنه العالم أنا ما عندي كنباية مريحة بالبيت فاجأنا تماما، فالعالم صدقا صارت العالم من بعد بالذات أزمة كورونا يعني احنا صار تغير تفكير نمط تفكير العالم ب 180 درجة، يعني بعد قعدة فترة طويلة بالبيت فالعالم صارت تلجأ لشيء أكثر مريح أكثر، ولكن عم نوع مع الأسف بمشاكل أنه مثلا صاحب وصاحبة البيت عم يعملوا ديكور جديد أو عم يغيروا أو بدهم يغيروا طقم الكنب تبعهم، فبيروحوا بينزلوا على السوق والله هذا حلو الطقم، طيب خلينا نجيبه، بنجيبوا الطقم بحطوه بالبيت بيطلع انه لا يتناسب ابدا مع الفراغ الموجود، مساحه لا مساحه ولا لون ولا شكل ولا تصميم ولا اي شيء. فهون احنا بنلجا لفكره انه نحن مثل ما في طبيب لحتى يعطيك التشخيص الصحيح للمرض لتختار الدواء، في مهندس ليعطيك التشخيص الصحيح لهذا الفراغ لتختار انت الاختيار الصحيح. يعني انت اليوم عم نروح تحط مبلغ كثير كبير حق طقم الفرش، اليوم عم ترجع للبيت تتفاجئ انه هو ما له مناسب للمكان يعني فاليوم صح نحن بدنا راحتنا، ولكن بدنا راحتنا بطريقة منطقية. يعني أنا لا يمكن أن أنا أحط L shape صوفة أو الكنباية المريحة خلينا نسميها مثل ما قلتي حضرتك كنب مع تسطيحة بنفس الوقت بفراغ 4 أمتار ب 4 أمتار، يعني هذا الشيء ما له منطقي، لا أنا بلجأ لشيء مريح لكن حجمه أصغر. يعني هاي L shape أحيانا بيكون عمق الكنبة 90 سنتي للمتر، يعني انا اذا الصالون كلياته عباره عن 4 امتار انا روحت متر كامل بس كنبايه. صحيح، لانه احيانا عم نشوف نحن انه بالكنبايه عم يكون في مخده ومخده ثانيه قدامها ومخدتين صغار، يعني كثير المخدات هذا تشبه القعده العربي شوي بس على كنبايه فلما نحن بنكتر هيك المخدات كثير صار الموضوع كثير بده كنبايه كثير كبيره، فهذا الحكي بده صالون من امتار بتمن امتار لينحط هيك صوفا يعني. طيب استاذ خلينا هيك نستغل وجودك اليوم، مثل ما حكينا بالمقدمه بضمن الظروف اللي عم نعيشها اليوم كل حدا فينا بحاول يغير باقل تكلفه، خلينا نحن نعتمد على الاشياء الموجوده ببيتنا، حابين نغير ديكور الصالون ديكور اللوحات، شو كيف احنا قادرين اليوم هيك بقصص كثير بسيطه نغير نفسيتنا ونغير مثلا شكل الصالون اللي عندنا بشيء الموجود؟ هلا انا بصراحه مثل ما قلت دائما بموسم الاعياد يعني هو فرحة العيد لحالها بتكفي، فنحن لما بدنا نطغي فرحة العيد على البيت اليوم مثل ما بنعرف مثلا بالكريسماس او بالنيو يير دائما اللون الطاغي هو اللون الاحمر، اللون الاخضر ممكن يكون طاغي معه وبعض الدرجات اللون البني، فانا ببساطه ممكن انا نفس طقم الكنب اللي عندي بشوف هل هو مثلا فرضا كان لونه بيج على وبني او يعني يتناسب خلينا نقول شوي مع اللون الاحمر، ببساطه انا فيني اعمل وش هيك بس ينحط على المخدات، غير لون المخدات، غير لون المقعد اللي انا قاعد عليه، احيانا طقم السفره الكراسي ممكن نحط لهم هيك عناصر تزيينيه بسيطه تطفي روح الميلاد على المكان. فينا نقول شيء نبدل شيء؟ هلا موضوع النقل طبعا بالبيوت الحديثه عم يكون شوي هذا الموضوع قليل، لانه نحن اليوم لما عم ندرس الشقه عم ندرسها انه هذا الفراغ مخصص لهي العمليه وهذا الفراغ مخصص لهي العمليه، يعني انا ما عاد قدران اليوم خصوصا بعد التصميمات اللي عم تنعمل على الجدران اني انا انقل بين غرفه في توزيع صح تماما في توزيع ثابت نوعا ما عم يكون، ولكن انا بقدر اغير يعني بتموضع بنفس المكان خلينا نقول ليفينج روم نفسه، ولكن عم غير انا اشكال الكنبات عم بدل بين الثنائيه والثلاثيه بين المفارد والثلاثيه، ولكن ما عم بقدر بدل بين مكان طاوله السفره انقلها سويه بدالها اوضه القعده، خصوصا انه عم يكون مدروس مثل ما انا دراسه كامله، لكن بالبيوت القديمه عم نكون احيانا في امكانيه للتبديل، في امكانيه ان انقل مثلا بدل بين طقم الضيوف بحطه مثلا طقم اوضه قعده اوضه سفره الى اخره،
فاليوم موضوع التبديل انا افضل انه نحن نبدل الوان، نبدل نضيف اضافات احسن ما ننقل الفرش، خصوصا انه حتى لو كان نحن ما ندارسين الفراغ ولكن نحن متعودين على شيء معين ثابت. يعني حتى كمان انا متعود اقعد بهالغرفه، بالنسبه لي هي غرفه الليفينج روم او غرفه الراحه تبعي، لما انا بدلها يمكن تعطيني انعكاس نفسي سلبي، انه انا متعود ارتاح بهالغرفه، شلون هلا بدي ارتاح بهذيك الغرفه؟ بتصير شوي مربك الموضوع لعقلي الباطن، انه انا ما هون برتاح تماما، فتصير الموضوع نفسي. فانا افضل اني ضيف عناصر تزيينيه بالمواسم، كل موسم له الوانه، كل موسم له اشكاله، ضيف عناصر تزيينيه لهذا الفراغ لتعطيني احساس بالشيء اللي انا عم اعيشه خلال هالفتره الزمنيه. كمان خلينا هيك قبل ما نختم سريعا، اليوم عم نشوف كثير من الاشخاص عم يتجهوا لمتعهد، يعني بيجيب متعهد هو بيستلم كل شيء بقلب البيت، انا بعطيك اياه خالص مخلص كل شيء، خشب الومنيو بلاط سيراميك اللي بدك اياه. اليوم كمان هي التفاصيل قد ايه مهم نكون عندنا درايه فيها، في مهندس جاي شايف البيت قبل بوقت قبل ما نشتغل اي شيء، حتى لو بيت انا اخذته بدي اعمل فيه بس شويه تعديلات. صحيح، هلا نحن بالنهايه وصلنا بفتره زمنيه انا حتى لو بدي اعدل غرفه فانا مضطر اني انا انكت البيت، يعني ما فيني اقول والله مثل ايام زمان انا بس بدي اعمل وش دهان وامشي، لا ما عاد في شيء اسمه وش دهان. صحيح. اليوم وش الدهان مكلف، فانا بدي اعمل دهان فبالتالي بدي اعمل تعديل معين على الشقه. عم نلاحظ كثير صراحه موجوده هذا الموضوع، انه انا بجيب متعهد، مع احترامي للجميع طبعا بقد ما كانت خبرته، بس بالنهايه عم يكون الموضوع لا يتناسب ابدا مع الفراغ الموجود. عم تلاقي اصحاب العلاقه عم يطلعوا صوره من الانترنت عم يحاولوا انه بدهم مثلها لهي الصوره، بيجي المتعهد بيقول لك ايه انا بعمل لك مثلها، فعم نشوف اشكال فظيعه بالاسقف بالبلاط بالجدران الى اخره. فهذا الموضوع برايي لفرض مثل ما ذكرنا انه نحن نستشير لنقدر نعرف شو الانسب لفراغاتنا، شو الانسب لشقتنا، شو الانسب للعناصر تبعنا. اكيد بدنا نشكر حضورك لليوم، وان شاء الله هيك هدول النصائح اللي حكيتها نقدر نستفيد منها وكل حدا شافنا استفاد. دائما موضوع الديكور والاثاث يعني قد ما حكينا فيه، ولكن ست البيت بضل الى نظره خاصه. طبعا يعني طبعا قد ما حكينا بتقول لك لا انا هيك ما بنقدر نحن نتخطاهم. بدنا نشكر حضورك لليوم واهلا وسهلا فيك.